مش كل حدا مضطر او ملزم او لازم انه يلبس كمامة للوقاية من فيروس كورونا حتى لو طلع برا البيت وعم بتعامل مع الناس. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ نعم، عم بحكي لك شغلة كثير ضرورية. استخدام او ارتداء الكمامة مطلوب في 3 حالات بس. الحالة الأولى الإصابة لا سمح الله بالفيروس، الحالة الثانية انك انت عم بتقدم رعاية صحية لشخص مصاب بالفيروس، الحالة الثالثة انك انت توجد في مكان الناس عندها اعراض للامراض التنفسية مثل السعال والكحة والعطس والحمى وارتفاع درجة الحرارة. غير هدول الحالات انت مش مطلوب منك انك انت تلبس الكمامة، بالعكس بنترجاك انك تترك هاي الكمامة للأشخاص اللي هم فعلياً بحاجة ومطلوب منهم إنهم يلبسوا الكمامات، زي الناس اللي بتقدم الرعاية الصحية للمصابين أو الناس المضطرين يتواجدوا في مكان عليهم أعراض أو في ناس فيها عليها أعراض حمى تنفسية أو عطس أو سعال أو إلى آخره. منظمة الصحة العالمية بتطلب من كل حدا في العالم الاستخدام الرشيد للكمامات، لأنها حالياً هي إشي قيمته عالية جدا مقارنة بالخدمة أو مقارنة بالقيمة اللي بيقدمها أو بالحل أو بالحماية اللي بيقدمها للأشخاص اللي مطلوب منهم ارتداء الكمامة. وشغلة كثير ضرورية، لما نلبس الكمامات لازم نعرف كيفية استخدام الكمامات بشكل كثير صحيح. أول شغلة بدي أحكي لك إياها، ما تستخدم الكمامات ذات الاستخدام الواحد لأكثر من مرة. يعني إذا الكمامة اللي موجودة عندك هي كمامة لاستخدام واحد فقط، استخدامك لها مرة ثانية ممكن يأذيك وممكن يأذي غيرك، فرجاء تدير بالك على هاي النقطة. الشغلة الثانية، قبل ما تلبس الكمامة أو تمسكها نظف إيديك بمحلول كحولي أو بالماء والصابون إذا عندك أبيليتي أو أكسس لاستخدام الماء والصابون، نظف إيديك منيح بعدين بلش في اللي حكي لك إياه. امسك الكمامة تفحصها منيح، تأكد انه ما فيها اي فتحة، ما فيها اي مزع، ما فيها اي ثقب، ما فيها اي ضرر على الكمامة، تأكدت منها وتأكدت انها نظيفة وما حد استخدمها قبلك، بدك تمسكها من المكان المحطاطي وتحطها على دينيك وتحطها على انفك وتغطي تمك وتغطي ذقنك اذا كان حجمها مناسب. طبعا ضروري انك تجيب حجم مناسب لإلك. بعد ما حطيتها وكطريقة وضعها الصحيح، إذا فيها المنطقة الملونة فهي المنطقة الملونة للخارج وبيكون فيها عليها شريط معدني، هذا الشريط المعدني لازم يكون لفوق وتضغطه على أنفك بعد ما أنت تلبس هاي الكمامة. هلا بعد ما حطيتها وغطيت أنفك وفمك وضغطتها على الأنف لحتى تاخد شكل الأنف وتقدر إن هي تحميك، ما تحاول تلمس الكمامة وانت بشغلك وانت عم تحتك في الناس وانت عم تعمل شغلك، لانه انك تلمسها اكثر مرة وتشيلها وتحطها وواو الى اخره، هذا بيأذيك اكثر من انك انت ما تكون لابس الكمامة اساسا. فحاول انك انت تبعد عن هاي الشغلة، كثير 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 ضروري. استخدمنا الكمامة، رحنا على شغلنا وخلصنا شغل وبدنا نشلح الكمامة، اذا كنت لابس كفوف فأنت فعلياً شيل الكفوف بطريقة صحيحة بأنك أنت ما تلمس المنطقة الملوثة من الكفوف وكبهم. الشغلة الثانية، تمسك الغطاء المطاطي اللي وراء الأذنين أو الحبل المطاطي اللي وراء الأذنين بأنك أنت تشيلهم، بهاي الطريقة تبعدها عن جسمك وتبعدها عن وجهك، ما تمسكها هيك وتشيلها، ما تقعد تكعبل فيها، ما تقعد تشقلبها على وجهك، ابعدها بشكل صحيح عن جسمك وأوعيك لحتى إذا لا سمح الله عليها فيروس ما تنقله لا لإيديك ولا تنقله لوجهك ولا لملابسك. ومباشرة ما تحطها أي مكان، الله يرضى عليك، اللي استعملتها خلصتها بتشيلها، وما تشيلها أصلا إلا وانت واقف جنب سلة، فبتشيلها وبتزتها بالسلة، وياريت تتخلص من الكيس تبع السلة بشكل دوري، بيكون كثير 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 مناسب. خلصت كل هاي العملية، شو حكينا في كثير فيديوهات؟ تغسل إيديك مي وصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أي نوع صابون، أو إذا أنت ما عندك مي وصابون نفس العلبة الصغيرة اللي بحكي عنها في كل فيديو اللي فيها المحلول الكحولي أو المطهر، تفرك إيديك فيها بشكل مناسب، تتركه على إيديك شوي، بعدين إذا كنت حاط كثير
بيخليني احكي تيشوز او فاين او كلينكس او whatever بتسميها في بلدك او منديل ورقي، تمسح ايديك يكون نظيف اكيد وتكبها. هيك انت بتكون عملت الاستخدام الصحيح اللي مطلوب منك للكمامة في حالة انت مطلوب منك ترتدي الكمامة. وارجوكم الاستهلاك الرشيد الفهمان العقلاني لهاي المصادر اللي تعتبر حاليا او موارد تعتبر حاليا موارد ثمينة. رجاء 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 حافظوا على هاي الاجراءات، وان شاء الله بشوفكم فيديو جاي، والف سلامة لاي حدا مصاب، وان شاء الله بتضلوا بالف صحة وسلامة وعافية للناس اللي ما عندهم اي اعراض، وبشوفكم فيديو الجاي.